النهاردة هنعمل بامكن كيك أو كيكة اليقطين. هقطع القرع أو اليقطين وأحطه يتسلق، بعد كده ههرسه، ممكن أحطه في الميكسر أو بالهاند بلندر لغاية ما يتحول عندي البيوريه. في طبق هحط البيوريه وعليه شوية مية تقريبا نص كوباية مع معلقة كبيرة خل، هقلبهم كويس. بعد كده هزود عليهم كوباية ونص شوفان مطحون، هزود عليهم تقريبا نص كوباية عسل أو ميبل سيرب ومعلقتين فانيليا، هزود معلقتين قرفة، نص معلقة بيكنج باودر ونص معلقة بيكنج صودا. هعمل ميكس لكل الكومبوننتس دي مع بعض، وبعد كده هنقله في القالب بتاعي، حاطه فيه ورق زبدة. بعد كده هيدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة تقريبا نص ساعة. انا اخترت النهاردة البامكن او اليقطين او قرع العسل لاني حبيت اتكلم شوية في فوائده. اولا هو غني بالمغنيسيوم، غني مضادات الاكسدة، مليان بالالياف او الفايبرز، وبيساعد على الشبع. ده الشكل في الاخر، حطيت عليه زبادي يوناني ورشة ميبل سيرب. طعمها حلو جدا بالذات وهي دافيه.